ايه اللي هيحصل. ولكن تحيه كبيره جدا جدا لجمهور النادي الاهلي اللي قال هو الحمايه الحقيقيه، لانه طبعًا. جمهور الاهلي خلي بالك قال ايه؟ قال لك عاقب حسين الشحات او عاقب اي حد بيغلط، مش حسين بس، عاقب اي حد بيغلط، ولكن في النهايه انا هحميك، انا واقف في ظهرك لو حصل من اي حد اي حاجه ضدك يعني. فبالتالي هو ده جمهور النادي الاهلي، وهذه هي اداره النادي الاهلي من 1907 وحتى الان، وبنسير هي دي المبادئ بالمناسبه، وهي دي الاخلاق اللي دايما. بس ليا استفسار بسيط يا كابتن، حسين غلط ولجنه رابطه الانديه طبعا عاقبت حسين، طب نعم. محمد الشيبي غلط، ما لازم يبقى العقاب من جميع النواحي. مفروض مفروض يعني، اتمنى ان ده يحصل برضه، وان الكل ينظر الى هذا الامر. يعني واحد غلط، وانا عرفت كمان ان رامي ربيعه وحسين الشحات وعلي معلول لما اللاعب نادي بيراميدز جاب الجون راح استفز اللعيبه دي عند الدكه وراحوا قالوا للحكم الرابع. اعتقد ان ده وكان في صوت حد شفت الصوت حضرتك كنت عارض فيديو في لا ده في الكوره بعد لما حسين نزل، بعد ما حسين نزل بس يقول له انا يعني انت بتشتمني بامي ومراتي فخلاص انت عاقبت حسين، خلاص يبقى عاقب الطرف الثاني. لا عاقبت حسين والناس كلها متوافقه على هذا العقاب بالمناسبه، بس برضه في الطرف الثاني غلط بالظبط كده، يبقى العقاب في الناحيتين يا كابتن، ده الطبيعي. الجميع بيتساءل اين العقاب؟ اين العقاب؟ حضرتك عاقبت طرف، ولكن اين العقاب للطرف الثاني؟ وده اللي هنشوفه خلال الايام القادمه. خلينا نروح شويه للفنيات. يعني بيني وبينك انا مش عايز اطلع كتير في هذا الامر، لانه في النهايه انا كسبان دوري وكسبان دوري ابطال افريقيا وكسبان خمس بطولات يا كابتن، وكسبان كاس وكسبان سوبر وسوبر اخر. فبالتالي خلينا نركز على كولر مثلا. بالنسبه لك كولر شفته ازاي في هذه الفتره، خصوصا في ظل الانجازات الكبيره اللي النادي الاهلي بيعملها في موسم اعتقد ان هو موسم تاريخي طبعًا. بيحاول البعض ان يضع بعض الرتوش السوداء على هذا الموسم، في نهاية ولكن الموسم. هذا لن يحدث. بص يا كابتن، البطولات بتتكلم عن كولر، انت بتتكلم خمس بطولات الموسم ده يا كابتن، بتتكلم عن الدوري ال 25 مكسب. كنت اتمنى ان هو بصراحه يعني الجيل ده بعد الخمس بطولات وبعد الموسم التاريخي ان كان يكسر ال 89 بونت بتاعت ريني فايلر بتاع موسم 19 20. كنت اتمنى مكسب الحرس ومكسب امبارح ومكسب بيراميدز ومكسب المصري، كنت توصل 90 بونت. لان الجيل ده يستاهل بصراحه. بصراحه الجيل ده يستاهل. فكنت اتمنى رقم واحد اللي انا اتخطى ال 89 بونت، رقم اثنين ان الموسم ده يخلص بدون خساره، دي كان امنيه شخصيه كاهلاوي. ولكن لم يحدث. يعني انا بشوف ان الموضوع خلاص انتهى. لكن انا بقول لحضرتك تكمله للانجازات اللي حصلت السنه دي، كنت اتمنى النقطتين دول بالذات. طيب امبارح النادي الاهلي اتغلب، حاول البعض او بيحاول البعض حتى الان التشكيك في النادي الاهلي وفي القيمه الفنيه لكولر ولبعض اللاعبين. ايه رايك في هذا الامر؟ لا طبعا. بص يا كابتن، اي لعيب فينا بيحسم اي بطوله بيدخل في تركيز اي ماتش تاني عادي، مش بتبقى التركيز مش قوي برضه يا كابتن. يعني برضه ماتش بيراميدز ده لو ماتش البطوله، لا الوضع هيختلف تماما. الوضع هيختلف مع احترامي الشديد لاي فرقه. ما انا اديتك ثلاثه قبل كده في ماتش البطوله، وماتش الزمالك لما كان ماتش الحسم كسبت اربعه. فالامور مختلفه، اللي انت حسمت الدوري وحسم الدوري بقالك كتير، فتركيز اللعيب مننا في اي ماتش زي كده ما بقاش القوه الكامله للتركيز يا كابتن. فده ما يقللش من اي حاجه. انا خدت البطوله 25 مكسب 7 تعادل 82 بونت، خلاص مش فارق كتير قوي. خسرت ماتش، وارد، مفيش فرقه في العالم بتفضل تكسب يا كابتن، خسرت ماتش. وبيني وبينك برضو انت تقدر تاكد لي الموضوع ده، لما كل يوم بتلعب عدد كبير من المباريات زي ما قلت حوالي اكتر من 60 مباراه 60 في هذا الموسم، وهو عدد كبير جدا 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 بالنسبه للكره القدم العالميه حتى. طبعا انت نفسك بيجي لك حاله زهق يا كابتن، ملل، حاله من الملل، تشبع. برافو عليك، بيحصل طبعا يا كابتن، تحصل معاك اعتقد كتير يا كابتن كتير، اللي انا بلحم موسم في موسم ومنتخب جات لي حاله زهق. انت طبيعي بتبقى عامل ازاي؟ ماليش نفس العب، خلاص مليت، محتاج اريح، محتاج افصل، محتاج ارجع اشتاق تاني للماتشات. فوارد معظم اللعيبه اللي كانت بتلعب امبارح حاله ملل، محتاج ان انا كنت اريح، محتاج افصل شويه، اريح زي الموسم ما خلصش. الماليه عنده ماتش يوم 30 مع الداخليه، وفي ماتش بعد بكره المصري غير المصري في الدوري، في ماتش الداخليه بس كان ماتش بيراميدز كنت ممكن اريح
كام لعيب؟ ما هو ريح 3 4 لعيب. 3 كان ممكن برضه اريح تاني اكتر يعني أكتر. عدد اكبر كان وارد اريح تاني برضه كان وارد اريح في ماتش الحرس. يعني انا بشوف ان بص كولر اختار جمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت ان يضع كولر على القاء او على قمه الامور طبعا.